بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 104. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. بعدما ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة وجوه من السنة النبوية على وجوب مخالفة الكفار في أيادهم، قال هنا: الوجه الرابع من السنة ما خرجاه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، قالت: وليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وفي رواية: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم. وفي الصحيحين أيضا أنه قال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد، وتلك الأيام أيام منى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: الوجه الرابع من السنة، يعني في تحريم مشاركة الكفار في أعيادهم، أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده جاريتان صغيرتان. الجاريتان المراد بهما الصغيرتان من الإناث دون البلوغ، جاريتان، وذلك لأن عائشة رضي الله عنها كانت جارية صغيرة، وكانت الجواري تأتي إليها وتلعب معها في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. وصادف هذا أيام العيد، أيام التشريق، لأن كما سبق المسلمون لهم عيدان: عيد الفطر من رمضان وعيد الأضحى. عيد الأضحى يتمدد من يوم عرفة إلى يوم الثالث عشر من أيام التشريق، فهو خمسة أيام كلها تسمى أيام العيد. والمسلمون لهم عيد يختص بهم، وهو هذان العيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى. ومن جملة ما يكون في يوم العيد الفرح والسرور، فهذه الجواري فرحت في هذا اليوم وصارت تغنيان، وليستا بمغنيتين، يعني ليستا ممن يمتهن الغنى، ليستا ممن يمتهن الغنى في غير يوم العيد، وإنما هذا شيء طارئ، ولجاريتين صغيرتين. والنبي صلى الله عليه وسلم تركهما من باب إقرار الناس على شيء من الفرح في هذا اليوم الذي لا إثم فيه، فرح ليس فيه إثم. فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يمنعهما، وقال بمزمور الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن المزامير محرمة وأنها تنسب إلى الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه هذا الكلام وأن المزامير للشيطان، وإنما منعه من أن يمنع الجاريتين من إظهار الفرح في هذا اليوم لأنه عيدنا. والشاهد من الحديث
هو أن هذا اليوم عيدنا، فدل على أن المسلمين لهم عيد خاص. عيدنا الضمير يعود للمسلمين، يعني لا عيد غيرنا، فدل على اختصاص المسلمين بهذا العيد، ودل على أنه لا بأس بإظهار الفرح والسرور، وأن يسمح للأطفال الصغار أن يفرحوا وأن يأتوا بشيء من الغناء المعتاد الذي لا إثم فيه. وكذلك دل على تحريم المزامير وأنها من الشيطان. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فالدلالة من وجوه، دلالة في هذا الحديث، يعني حديث الجاريتين. نعم، وهذا أخذ منه المغنون والذين يجيزون الغنى في الإسلام، أخذوا منه شيئا كثيرا في إباحة الغنى، مع أنه محصور في الوقت، وهم يريدون كل الأوقات. نعم، ومحصور أيضا في الذين يغنون، وهي الجواري الصغار، وهم يريدون للكبار والعقلاء والمكلفين أن يمتهنوا الغنى. وهذا لا شك أنه تعسف في الدلالة وتحميل للحديث ما لا يحتمل. نعم، قال رحمه الله: أحدها قوله إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، فإن هذا يوجب اختصاص كل قوم بعيدهم، كما أن الله سبحانه لما قال: ولكل وجهة هو موليها، وقال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أوجب ذلك اختصاص كل قوم بوجهتهم وبشرعتهم. نعم، هذا هو محل الشاهد، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، فدل على أن الأعياد في الأمم أمر مشهور ومعروف، ومن ذلك هذه الأمة جعل الله لها عيدا خاصا بها، فلا تتجاوزه إلى غيره، أو تحدث أعيادا غير ما شرعه الله عز وجل من أيام السنة، لأن هذا يكون من البدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان. فكل قوم لهم عيد، وهذه الأمة الإسلامية لها عيد بمناسبتين عظيمتين. المناسبة الأولى الفطر من رمضان، أداء ركن من أركان الإسلام، والعيد الثاني بعد أداء الحج، الركن الأعظم من أركان الحج، وهو الوقوف بعرفة. فهما عيدان بمناسبة نعمة العبادة وأداء ركنين من أركان الإسلام. هذه هي المناسبة في هذا، ليست المناسبة أنها جلوس ملك أو ولادة مولود أو ما أشبه ذلك من أعياد الجاهلية، وإنما هي مناسبتان دينيتان فيهما شكر لله. ولذلك ليس عيد الفطر وعيد الأضحى محض شهوات وأكل وشرب، بل فيهما عبادات: صلاة العيد، صدقة الفطر، ذبح الأضاحي، ذبح الهدي، عبادات عظيمة. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وذلك أن اللام تورث الاختصاص في قول لكل قوم عيدا، فإذا كان لليهود عيد وللنصارى عيد كانوا مختصين به، فلا نشركهم فيه كما لا نشركهم في قبلتهم وشرعتهم. اللام للاختصاص، لكل قوم عيدا كما في قوله تعالى: لكل وجهة هو موليها، وكما في قوله لكل جعلنا منكم سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فاللام في هذه المواضع هي لام الاختصاص، فهم مختصون بأعيادهم ونحن مختصون بعيدنا، لا نشاركهم في أعيادهم، لأننا لو شاركناهم صارت أعيادهم أعيادا لنا. نعم، وكذلك أيضا على هذا لا ندعهم يشركوننا في عيدنا. نعم، لا نسمح لهم أن يشاركونا في عيدنا، كما أننا لا يجوز لنا أن نشاركهم في عيدهم، بل كل يختص بعيده. نعم، إذا من هذا أن لا يقبل مسلم تهنئة غير مسلم بعيد المسلمين؟ نعم، من هذا أن المسلم لا يقبل تهنئة كافر بعيد الإسلام؟ هذا هو الظاهر. نعم، لا يشاركوننا في عيدنا. نعم، الثاني قوله: وهذا عيدنا، فإنه يقتضي حصر عيدنا في هذا، فليس لنا عيد سواه. نعم،
وكذلك قوله وإن عيدا ليس لنا عيد سواه. لاحظ هذا. نعم. فلا يجوز لنا أن نحدث عيد مولد ولا عيد جلوس ولا عيد جلاء ولا ما أشبه ذلك من المناسبات. نعم. وكذلك قوله وإن عيدنا هذا اليوم، فإن التعريف باللام والإضافة يقتضي الاستغراق، فيتقضى أن يكون جنس عيدنا منحصرا في جنس ذلك اليوم، كما في قوله تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم. وكذلك قوله وإن عيدنا هذا اليوم، هذا اليوم، فهذا من باب الحصر. نعم. في أن العيد له وقت لا يزاد عليه، فيوم الفطر لا يزاد على يوم الفطر عيد الفطر، وأيام عيد الأضحى لا يزاد عليها يوما سادسا. نعم. قال فيقتضي أن يكون جنس عيدنا منحصرا في جنس ذلك اليوم، كما في قوله تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. عن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فليس قبل التكبير شيء من الصلاة ولا بعد التسليم شيء منها، شيء من الصلاة. نعم. وليس غرضه صلى الله عليه وسلم الحصر في عين ذلك العيد أو عين ذلك اليوم، بل الإشارة إلى جنس المشروع. نعم. كما تقول الفقهاء باب، لأن هناك عيد ثالث سيأتي. نعم. وهو يوم الجمعة. نعم. كما تقول الفقهاء باب صلاة العيد وصلاة العيد كذا وكذا، ويندرج فيها صلاة العيدين، وكما يقال لا يجوز صوم يوم العيد، لأن للاستغراق، للاستغراق ليس عيدا واحدا، وإنما تشمل كل ما شرعه الله من الأعياد. نعم. وكذا قوله وإن هذا اليوم، أي جنس هذا اليوم، كما يقول القائل لما يعاينه من الصلاة، ليس هذا اليوم اليوم الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإنما هو عام لهذا اليوم في تكرره في سائر الأزمان، كل ما يأتي هذا اليوم فهو عيد للمسلمين. نعم. كما يقول القائل لما يعاينه من الصلاة هذه صلاة المسلمين. نعم. وليس المراد خصوص هذه الصلاة، وإنما جنس هذه الصلاة هي صلاة المسلمين. نعم. ويقول لمخرج الناس إلى الصحراء وما يفعلونه من التكبير والصلاة ونحو ذلك هذا عيد المسلمين. نعم. ونحو ذلك. نعم. ومن هذا الباب حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. نعم. يعني خمسة أيام، يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، هذه خمسة أيام كلها عيد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وكذلك يوم عيد الأضحى فيه أكل وشرب وسرور بنعمة الله عز وجل، فهي أيام عيد، أيام عيد الأضحى أيام عيد، تبدأ من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. نعم. فإنه دليل مفارقتنا لغيرنا في العيد والتخصيص بهذه الأيام الخمسة، لأنه يجتمع فيها العيدان المكاني والزماني ويطول زمنه، وبهذا يسمى العيد الكبير. نعم. لأنه سبق لنا أن العيد على قسمين، عيد مكاني، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية، عيد مكاني، وعيد زماني وهو عيد الفطر وعيد الأضحى، يجتمعان في العيد الأضحى، الزماني وهي خمسة الأيام، والمكاني وهو المكان المشاعر، مشاعر الحج التي هي عرفة ومزدلفة ومنى والكعبة المشرفة، كل هذه أعياد مكانية للمسلمين. نعم. تجتمع في عيد النحر، يجتمع فيه العيد الزماني والعيد المكاني، بخلاف عيد الفطر فإنما هو عيد زماني فقط. نعم. قال والتخصيص بهذه الأيام الخمسة لأنه يجتمع فيها العيدان المكاني والزماني ويطول زمنه، وبهذا يسمى العيد الكبير. سمى العيد الكبير للمسلمين لأنه خمسة أيام، ولأنه أمكنة كلها أعياد للمسلمين، فهو العيد الكبير، بخلاف عيد الفطر فإنه يوم واحد وليس له مكان أيضا. نعم. فلما كملت فيه صفات التعييد حصر الحكم فيه لكماله. نعم. أو لأنه هو عد أياما
وليس لنا عيد هو أيام إلا هذه الخمسة. نعم. الوجه الثالث أنه رخص في لعب الجوارب الدف وتغنيهن معللا بأن لكل قوم عيدا وأن هذا عيدنا، وذلك يقتضي أن الرخصة معللة بكونه عيد المسلمين وأنها لا تتعدى إلى أعياد الكفار. نعم، هذا فيه سر عظيم، وهو أن سبق أن آلات اللهو محرمة. نعم. والمزامير محرمة، مزمور الشيطان، لكن يستثنى منها ما يكون في عيد الفطر أو في عيد الأضحى، يجوز ضرب الدف في عيد الفطر وعيد الأضحى. وكذلك الفرح والسرور وشيء من الغنى المباح الذي لا إثم فيه للجواري والصغار، الجواري والصغار، وما ورد أن الكبار كانوا يغنون في أيام العيد، إنما هذا للجواري خاصة لأنهن ليس عليهن تكليف، ولما في ذلك من التوسعة لهن وإظهار الفرح والسرور. كما أنه يباح أو يشرع أو يستحب ضرب الدف في مناسبة الزواج لأجل إعلان النكاح، ويضرب الدف أيضا لقدوم الغائب، فيباح ضرب الدف في مناسبات شرعية، وما عدا هذه المناسبات يحرم لأنه من اللهو. نعم. ضربه في قدوم الغائب ما حدوده الشرعية؟ وقت قدوم الغائب، كما أن المرأة التي نذرت أن تضرب الدف على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم وأقرها على ذلك. نعم. إذا كان من أهل البيت مثلا أو محسوب على أهل البلد، يعني لامرأة أن تضرب الدف لزوجها إذا قدم من سفره؟ نعم. أو لأهل البلد إذا جاء مطلق كبيرهم أو شيخهم؟ مطلق. مطلق. نعم. قدوم الغائب مطلق، يعني إعلانا بقدومه. لو أن شيخ قبيلة وإظهارا للفرح بقدومه، شيخ قبيلة قدم إليهم أو شيخ شرعي مثلا طالب علم أو أمير بلد، أو يباح ذلك. أخذا من حديث المرأة التي نظرت أن تضرب الدف على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم من سفر. نعم. لكن يقصر على الدف فقط دون غيره من الآلات؟ الدف فقط. نعم. السلام عليكم. قال ذلك يقتضي أن الرخصة معللة بكون عيد المسلمين وأنها لا تتعدى إلى أعياد الكفار، وأنه لا يرخص في اللعب في أعياد الكفار كما يرخص فيه في أعياد المسلمين. نعم، عرفنا أن إباحة شيء من اللهو في مناسبة العيد أنها رخصة، فدل على أن اللهو محرم في غير يوم العيد، لأن الرخصة معناها استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر لمعارض راجح. لمعارض الراجح، فالرخصة تكون من شيء كان محرما من أجل ضرورة أو من أجل مناسبة خاصة، ولا يزاد عليها في محلها. نعم. قال إذ لو كان ما فعل في عيدنا من ذلك اللعب يسوغ مثله في أعياد الكفار أيضا لما قال فإن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا. نعم، وليس في ضرب الدف أو في قناء الجواري مشابهة للكفار في أعيادهم، لأن هذا ليس موجودا في أعيادهم. نعم. لأن تعقيب الحكم بالوصف بحرف الفاء دليل على أنه علة، فيكون علة الرخصة أن كل أمة مختصة بعيد وهذا عيدنا، وهذه العلة مختصة بالمسلمين. نعم، الفاء في قوله فإن هذا عيدنا بعد قوله دعهما أدل على أن العلة لترك الجاريتين هي كون هذا اليوم يوم عيد. نعم. فلو كانت الرخصة معلقة باسم عيد لكان الأعم مستقلا بالحكم، فيكون الأخص عدم التأثير، فلما علل بالأخص علم أن الحكم لا يثبت بالوصف الأعم وهو مسمى عيد، فلا يجوز لنا أن نفعل في كل عيد للناس من اللعب ما نفعل في عيد المسلمين، وهذا هو المطلوب، وهذا فيه دلالة على النهي عن التشبه بهم في اللعب ونحوه. نعم، ليست العلة أنه مجرد عيد، بل العلة أنه عيدنا مخصص يعني، والعلة الخاصة ليست كالعلة العامة. نعم. قال رحمه الله الوجه الخامس من السنة أن أرض العرب ما زال فيها يهود ونصارى حتى أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، وكان اليهود بالمدينة كثيرا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وكان قد هادنهم حتى نقضوا العهد طائفة بعد طائفة، وما زال بالمدينة يهود وإن لم يكونوا كثيرا، فإنه صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، وكان في اليمن يهود كثير، والنصارى بنجران وغيرها، والفرس بالبحرين. ومن المعلوم أن هؤلاء كانت لهم أعياد يتخذونها، ومن المعلوم أيضا أن المقتضي لما يفعل في العيد من الأكل والشرب واللباس والزينة واللعب والراحة ونحو ذلك قائم في النفوس كلها إذا لم يوجد مانع، خصوصا في نفوس الصبيان والنساء وأكثر الفارغين من الناس. ثم من كانت له خبرة بالسيرة علم يقينا أن المسلمين على عهده صلى الله عليه وسلم ما كانوا يشركونهم في شيء من أمرهم ولا يغيرون لهم عادة في أعياد الكفار في أعياد الكافرين، بل ذلك اليوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر المسلمين يوم من الأيام لا يخصونه بشيء أصلا إلا ما قد اختلف فيه من مخالفتهم فيه كصومه، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. معلوم أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى كانوا موجودين في جزيرة العرب، فاليهود كانوا في المدينة، كانوا ثلاث قبائل، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم عقد معهم العهد في أنهم يبقون في البلد وعلى أملاكهم، لكن بشرط أن يدافعوا عن المدينة من أرادها بسوء، وأن يكفوا شرهم عن المسلمين. فتعاهدوا على هذا، لكنهم أهل خيانة وأهل غدر، فغدروا قبيلة بعد قبيلة، أولا بنو قينقاع ثم بنو النضير ثم بنو قريظة، غدروا وأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة، إلا أنهم بقي منهم بقايا في المدينة بعد الجلاء، ولهذا توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي منهم. ويقال إنهم جاءوا للمدينة بالخصوص، جاءوا للمدينة لأنهم في كتابهم أن رسولا يبعث وأن مهاجره في المدينة، وكانوا يظنون أنه منهم، فجاءوا في المدينة يتحرون ظهور هذا الرسول، ولهذا قال جل وعلا: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. لما رأوا أنه من العرب كفروا به وحسدوا العرب على ذلك، وهم يريدون أن تكون النبوة محصورة فيهم حسدا وبغيا. الحاصل وكذلك كان النصارى موجودين في نجران كما هو معروف، وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وتصالحوا معه، في دخلوا عليه في المسجد وجلسوا عنده وتفاوضوا معه عليه الصلاة والسلام، وأنزل الله فيهم صدر سورة آل عمران كما هو معروف. وكانوا في شمال الجزيرة أيضا، كانوا في فدك وفي خيبر وفي تيمة وفي غير، وكانوا في اليمن بكثرة أيضا، اليهود كانوا في اليمن بكثرة ولا يزالون بكثرة، ومنهم ابن السوداء الخبيث الذي مكر بالمسلمين وأظهر الإسلام وهو يريد إفساد الإسلام وبث الفرقة والفتنة في المسلمين حتى قتل عثمان رضي الله عنه مظلوما. الحاصل أنهم كانوا موجودين في الجزيرة ومنبثين في الجزيرة وحتى في بلاد المسلمين، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم حفظ المسلمين من التشبه بهم، وجعل للمسلمين عيدا خاصا، وترك أعيادهم التي كانوا عليها. كل هذا يدل على أنه مطلوب تميز المسلمين عن اليهود والنصارى وعن الكفار، أن يتميزوا لئلا يختلط الخير بالشر ويختلط الحق بالباطل ويلتبس الحق بالباطل. نعم. أحسن الله إليكم. فلولا أن المسلمين كان دينهم الذي تلقوه عن نبيهم منع من ذلك وكف عنه، لوجب أن يوجد من بعضهم فعل بعض ذلك، لأن المقتضي إلى ذلك قائم كما تدل عليه الطبيعة والعادة، فلولا المانع الشرعي لوجد مقتضاه، ثم على هذا جرى عمل المسلمين على عهد الخلفاء الراشدين.
نعم، لولا النهي من الرسول صلى الله عليه وسلم والتأكيد لسرت عادة اليهود والنصارى والكفار في المسلمين بحكم الاختلاط. نعم، لأنه يعني سبق أنهم مساكنون المسلمين ومختلطون بهم بالمسلمين ومجاورون لهم أيضا في البحرين وفي غير من المجوس وغيرهم. فلولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حمى حمى الإسلام ومنع المسلمين من مشابهة الكفار وشرع لهم ما يغنيهم عن أعياد الكفار لا حصل الاختلاط العظيم بين عادات المشركين وعادات المسلمين، فلله الحمد والمنة. الحمد لله. نعم. قال رحمه الله: غاية ما كان يوجد من بعض الناس ذهاب إليهم يوم العيد للتنزه بالنظر إلى عيدهم ونحو ذلك، فنهى عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة عن ذلك كما سنذكره. المشاركة ولله الحمد امتنعت، ولكن قد يكون من المسلمين من يذهب إليهم لينظر فقط، مجرد نظر ويتفرج كما يقولون. فعمر رضي الله عنه منع من ذلك في خلافته لئلا يتسرب شيء من أعيادهم أو يعجب المسلمون بأعيادهم فيجلبونها للمسلمين. نعم. فكيف لو كان بعض الناس يفعل ما يفعلونه أو ما هو بسبب عيدهم؟ بل لما ظهر من بعض المسلمين اختصاص يوم عيدهم بصوم مخالفة لهم نهاه الفقهاء أو كثير منهم عن ذلك لأجل ما فيه من تعظيم ما لعيدهم. أفلا يستدل بهذا على أن المسلمين تلقوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم المنع عن مشاركتهم في أعيادهم؟ وهذا بعد التأمل بين جدا. إذا كان عمر رضي الله عنه والخليفة الراشد منع أن يذهب المسلم إلى مشاهدة أعيادهم، والله جل وعلا كما في الآية السابقة التي أوردها المؤلف: الذين لا يشهدون الزور، يعني لا يحضرون أعياد الكفار، فهذا فيه منع من أننا نتفرج ونذهب إليهم لأجل الفرجة فقط أو النظر فقط. فإذا كان هذا ممنوعا فمشاركتهم بالفعل من باب أولى، ممنوعة ومحرمة في أعيادهم. فكل هذا حماية لهذا الدين من أن يتسرب إليه شيء من عادات الكفار وتقاليد الكفار وعبادات الكفار الخاصة بهم. حتى الصوم مشروع، الصوم مشروع ومستحب، لكن لا يصام في أيام أعياد الكفار، لأن الصوم تعظيم، فهذا نوع من التعظيم، ولا يقال إن هذا مخالفة لهم. نقول لا، هذا فيه تعظيم، لأن اليوم الذي يصام هذا تعظيم لليوم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. انتهى بهذا الوجه الخامس، ونأدع إن شاء الله الوجه السادس للقاء القادم بإذن الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، كان هذا صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم للشيخ الإسلام بن تيمية. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية مهندس الصوت زميلي عبد الله السلولي. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.